يعني انا اضحكك مره مره الاخ حسن مالك كلم اخويا الصغير اللي عملوا له ايام ازمه الضرايب دي، فبيقول له هي كانت هتتحل بس الاخ نجيب امبارح كان في الكويت وعمل تصريحات ناريه. كويس الرسالة واضحة. كويس. فانا ايه طبعا حتى اقول سري، انا صحيح تصريحاتي دايما فيها كده، لكن ايه اللي كان ناري ناري يا ترى؟ انا قلت ايه قلت ايه افتكرت قلت اه. فواحد من بيسالني كان في الكويت بيقول لي في ناس بتقول ان انت واخد الموقف ده لانك انت مسيحي. قلت له طب تصدق بالله بقى انا مسلم اكتر من الناس دي. اوف. طب استنى، انا مش فاهم ايه اللي زعلهم، يعني فاهم ازاي؟ يعني ما اعرفش ايه بقى اللي شافوه، ايه اللي زعل فيها؟ بقول له يعني اذا كان الاسلام محبه، الاسلام العطف على الفقير، انك انت تصلي، انك تصوم، انك تعرف ربنا، انك تبقى صادق وانك ما تكذبش، ده الاسلام اللي انا سمعت عنه. فاذا كان كده لا، ده انا مسلم اكتر منهم لان هم كذابين. ما قلتش طبعا التفسير ده كله، انا ما قلتش غير الكلمه دي. فيعني يسهر يعني شاطوا منها الشيطه دي، بيقول له تصريحات ناريه وبتاع.